في المحاضرة الصغيرة دي أنا بس حابب إن أنا أتكلم على إيه هو الموشن. طبعا كنا عارفين الموشن، بس أقصد إيه هي أنواعه، التولز بتاعت كل نوع هي إيه، علشان بس الناس تبقى عارفة كل نوع عبارة عن إيه. بس أنا مش بشجع على إن أنت تخصص نفسك في مدرسة واحدة أو تخصص نفسك في نوع واحد. ليه؟ انت كفريلانسر مطالب انك انت تتابع دايما السوق، تبقى دايما 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 على قد وحاجة. انا بغير لون الفرشة، ما تخافيش حاجة، تمام؟ تبقى دايما دايما على نفس قدر متطلبات السوق، متابع التكنيكات الجديدة، ما انتش حامل هم العميل يجي يقول لك هو عايز الشغل 3D ولا 2D. يعني تبقى موشن جرافيكس ارتست، ما تبقاش مثلا سين موشن جرافيك ارتست، ولا صاد موشن جرافيك ارتست، ولا عين موشن جرافيك ارتست. طبعا سين صاد عين اللي هم انواع الموشن جرافيكس. ده اول نقطة. تاني نقطة، لو انت مش فريلانسر، لو انت شغال في شركة، كتير من الشركات بيعمل عملية احلال، عنده طقم، الطقم ده شغال مثلا فلات ديزاين او شغال 3 دي موشن جرافيكس، هوب السوق اتغير بقى نمط السوق كله فلات ديزاين ولو بولي مثلا. في الحاله دي بتحصل حاجه من ثلاثه، اما ان الشركه بتدرب الطقم اللي عندها على التكنيك الجديد، او ان الشركه بتعمل عمليه احلال شيل وحط، وده كتير على فكره، كتير جدا كمان، او ان الشركة بتفتح ديبارتمنت تاني عندها للموضوع ده. فانت مش انت في غنى انك انت تحط نفسك في وضع زي ده او في مخاطرة زي دي. الفلات ديزاين سكته سهلة جدا، اللو بولي ديزاين سكته سهلة جدا، يعني الدنيا كلها سكتها هنقولها دلوقتي. فده بالنسبة للحتة اللي انا كنت قلت عليها، اللي هو حتة ايه الصح وايه الغلط. الغلط انك انت تبقى موشن جرافيكس ارتست في حته معينه، دي خطر كبير قوي قوي عليك. انت مثلا ده ممكن يبقى في الاول، لو مثلا انا بدات بالمدرسه دي، طب انا بدات بالمدرسه دي اشتغلت فيها او قطعت فيها شوط كويس، اطور انقل لحاجه تانية، بس ما اسيبش اللي معايا، تمام؟ وهكذا. في الحاله دي انا كده لميت الدنيا كلها، كده انا ما بقتش خايف من الريكويرمنتس بتاعت اي شركه او المتطلبات بتاعت اي شركه، ما بقتش خايف من ان العميل يجي يخش يكلمني ابقى اقول طب يا رب ما يطلبش مني 3D، طب يا رب ما يطلبش مني مش عارف ايه، طب يا رب ما اطلع بره المتاهه دي، ما تقفلش على نفسك. طيب ايه هي انواع الموشن جرافيكس؟ الكلام اللي بقوله لكم ده كلامي الشخصي، ممكن يكون في ارتست تانيين شايفين انواع تانية انا مش شايفها، ممكن يكون تصنيفاتهم مختلفه عن تصنيفاتي، بس في الاخر هما الحاجات اللي انا هقولها دي هي دي اللي موجودة في الموشن. ما لم يستجد جديد، انا ما كنش على علم بيه او لسه ما وصلش لعلمي القاصر. ايه هي بقى متطلبات الموشن جرافيك؟ طبعا انتوا اكيد 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 يعني وحشكم خطي الجميل زي ما كتبت لكم كده على فوتوشوب، فانا مش هحرمكم من خطي بصراحة في المحاضرة دي كمان، ونفس القعدة المقلوبة ونفس عدلة الكرسي ونفس كل حاجة، يعني هتلاقوا الخط ما شاء الله ما شاء الله أحسن من المرة اللي فاتت. إن كان المرة اللي فاتت نكش فراخ، فالمرة دي تحس إنها فرخة مجنونة شوية، هتقعد تنكش شويتين. النوع الأولاني ما شاء الله الخط طالع الصلاة على النبي لفوق. النوع الأولاني اللي هو الفلات ديزاين موشن جرافيك. ايه هو الفلات ديزاين موشن جرافيك؟ الفلات ديزاين موشن جرافيك بنقول احنا عليه في مصطلحنا الانفوجرافيك، تمام؟ هو مش انفوجرافيك، الانفوجرافيك هو نوع من انواع الديزاين، لكن مش هو ده الفلات ديزاين، تمام؟ الفلات ديزاين بيعتمد بصفه اساسيه جدا 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 على انك انت بتشتغل في الافتر افكتس بالشيبس، او انك انت بتشتغل الستريتور، وده مش او ده لازم هتكون بتشتغل معاه الستريتور، ومعاك شويه سكريبتس كتير. طيب نشوف امثله على كل نوع بدري بدري كده علشان
نبقى خلصنا من كل نوع على طول. الفلات ديزاين هوريكم مثال من الأستاذ حسان شاوي، اللي هو أنا بصراحة في الحتة دي بعتبره أستاذي بصراحة في حتة الفلات ديزاين، وفي حد تاني برضو هيجي معانا حالا. لو جينا نشوف حاجة زي ده الفلات ديزاين، زي ما انت شايف الشغل كله فلات 2D. اللي ورا ده بلكسس، تمام، ده بلجن. زي ما احنا شايفين الريتم، مفيش تكسيم، مفيش جريدينتس. هو ده شغل الفلات ديزاين، بيعتمد بصفة أساسية على شغل الشيبس، على شغل الترانزيشنز، على شغل الاليستريشنز. زي ما احنا شايفين ده فلات ديزاين، بس النمط بتاعه بصراحة عاجبني سريع. فزي ما انت شايفين بيعتمد، مش محتاج ان انا اتكلم، بس افتكر ان الموضوع واحد. ده اللي بنسميه الفلات ديزاين، اللي مجازا ناس حصراه للاسف، ويا ريت نطلع بره الحصر ده، نطلع للمجال الاعم، تمام، اللي هو الفلات ديزاين. بلاش نحصر الدنيا كلها في حاجه اسمها انفو جرافيكس ونقفل دماغنا على الحته دي. الشغل ده الحمد لله ده من الشوري اللي انا عملته الاخير. لكن عموما ده نموذج من نماذج الفلات ديزاين. القناه بتاعت الاستاذ حسان على يوتيوب، youtube.com يوزر شاه ستوديو فيديوز. ما شاء الله في قناه غنيه جدا بالفيديوز التعليميه والشغل الراقي. ده مثال من امثله الفلات ديزاين. المثال الثاني طبعا الفلات ديزاين انماط، انماط وتكنيكس. كل ديزاينر، كل ارتست له اللمسه بتاعته، له هو انا ازاي مش عامل سبسكرايب، تمام، له اللمسة بتاعته، له السنس بتاعه في الديزاين. مش معنى ان الديزاين ده مش زي ده ان ده فاشل وده ناجح، لا، كل حاجة ليها سنس، كل حاجة ليها معنى، لمسة، كل ديزاينر وله لمسته. نيجي لمثال تاني جميل برضو من الفلات ديزاين للفنانة، انا بصراحة بسميها فنانة لان بجد انا يعني عارف انها بتتعب على كل اسبكت في الديزاين اللي بتعمله. بجد ربنا يكرمها، الاستاذه هند احمد، قناتها على اليوتيوب نود زون. لو شفنا مثلا مثال برضو قناه حلوه فيها عامله هي شويه دروس كويسه قوي في الشانل بتاعتها، تقدروا تقولوا هي تبس، بس تبس في يعني كبسولات في الجون يعني. في عليها مشاريع كتير بصراحه، كلها مشاريع حلوه، انا مش عارف انقي انهي واحد. ده كانت عامله محاكاه لاعلان هيركود، افتكر هنشوفه. هو من الحاجات اللي انا بحبها جدا في الشانل دي، لان النمط بتاعها نمط الليكويدز، النمط ده حلو قوي، تمام. ده برضو مثال قوي على شغل الفلات ديزاين ومحاكاه الداينامكس بشغل الفلات ديزاين. ثبتهم مسمارهم المهم ثبته في الاخر. ده برضو كان ديزاين هي عاملاه لدكتور طه حسين لطه وورلد. زي ما انتم شايفين هنا في نمط مختلف عن نمط الاستاذ حسان. الاستاذ حسان بيميل للنمط اللي فيه اكشن، للنمط السريع، النمط الـ يعني النمط بتاعه حلو. هند بتميل للنمط اللي هو اللي فيه إلاستيك، النمط اللي فيه نعومة شوية، النمط اللي فيه تحس برحرحة كده وانت بتاخد نفسك. يعني انت تروح تشوف الأستاذ حسان تحس انك انت قمة الإثارة، مشدود قوي، روح بقى اتفرج هنا تحس انك انت بترتاح، ريلاكس. فكل كل 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 ديزاينر وله لمسته. دي كان او ده كان مثال على شغل الفلات ديزاين. زي ما احنا شفنا بيعتمد على الاستريتور، بيعتمد على الشيب لايرز في افتر افكتس، بيعتمد على الماسكس. اذا التولز بتاعته افتر افكتس، الاستريتور، شويه ممكن فوتوشوب. ده بالنسبه للقناه بتاعه هند. البروفايل بتاع الاستاذ حسان شاوي على فيسبوك اللي هو قدامنا دلوقتي ده، فيسبوك شاوي اي اتش، تمام، ده البروفايل بتاع الاستاذه هند احمد على فيسبوك اللي هو اللي قدامنا ده، هند احمد بالعربي او نوت زون. ده كده الفلات
ديزاين. نيجي على النوع التاني، النوع التاني طبعا اكيد وحشكم الخط، انا عارف عارف انا. تو ده اللي هو المو في اف اكس، انا مسميه كده لكن هو في اف اكس موشن جرافيكس، هو اعلان او براند بس بيعتمد على شغل الرياليزم وبيعتمد على شغل الاف اكس او السبيشال افكتس او المؤثرات الخاصه. هنشوف اعلان اعتقد مشهور قوي وافتكر انكم كلكم شفتوه، اللي هو اعلان هيونداي الانترا. لو احنا قفلنا هند الاعلان ده، لو احنا شغلناه كده تمام. طبعا ده كله شغل 3D على ريل ريل فوتوغرافي بالظبط اهو. ده شغل اف اكس بس هو مش فيلم يعني، ده كده شغل اف اكس. احنا كده بنتكلم في تولز تانية، بقينا بنتكلم في ممكن يخش في الموضوع ده 3 دي اس ماكس، ممكن يخش في الموضوع ده تربلانس اف دي، ده في سينما 4 دي، هيخش افتر افكتس عشان نعمل الكومبوزيت للكلام ده كله نلمه مع بعضه. فكده بدانا نطلع لتولز ثانيه. حاجه زي دي ممكن يعني صدقوني تتلم، ما تفتكرش انها صعبه، صدقني هي مش صعبه. لان مثلا على سبيل المثال لو احنا رجعنا ورا كده، النار دي مش شرط تكون، مش شرط تكريت كل الافكتس دي، في فيديوهات جاهزه، في ستوك فوتجز جاهزه تمام بتستعين بيها، ستوك فوتجز للنار للدخان للدست للكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده عباره عن مات بينتنج او صور متركبه تمام. فكل الكلام ده مش شرط انت بتبنيه، انت بس لو بنيت هنا حاجه ممكن تكون هتبني بس النيازك دي تمام. ودي برضو امرها سهل، مش حاجه صعبه. جميل. طبعا ده تصويره كان فيه تفريغ كروما. اذا ده النوع الثاني اللي هو الفي اف اكس موشن جرافيكس، والنوع ده بيستخدم بكثافه قوي في البرودكت فيجواليزيشن او عرض المنتجات خصوصا السيارات تمام. فاذا احنا هنا بنتكلم على النوع التاني، طبعا ده نوع مبهر جدا ونوع انا بموت في النوع ده تمام. فده كده النوع التاني. افتكر ان كده بالامثله الموضوع بقى واضح. تولز بتاعت حاجه زي دي زي ما احنا اتكلمنا عليها من شويه، اساسي معاك حاجه زي سينما 4D، اساسي معاك افتر افكتس، اساسي يبقى عندك ستوك فوتجز زي دي. انا متاكد السؤال هنجيبها منين، موجوده على موقع سي جي بيرز، واحنا في الكورس ان شاء الله هنتعرض لحاجات زي دي، فهقول لكم على المكان اللي تجيبوها منه. ده بالنسبه للنوع التاني. نيجي للنوع التالت تمام. نقفل ده كده ونروح تاني لافتر افكتس. اذا احنا اتكلمنا كده على الفلات ديزاين موشن جرافيكس والموشن على الفي اف اكس موشن جرافيكس. النوع التالت اللي هو ال 3 دي موشن جرافيكس. مكسل اكتب كلمه جرافيكس. ال 3 دي موشن جرافيكس التولز بتاعته كالاتي: افتر افكتس، سينما 4 دي اوبشنال، يبقى معاك ريل فلو مش لازم تمام. طب بيديني اوتبوت زي ايه، او بيديني مخرج زي ايه؟ بيديني مخرج زي ده قناه سبورت سنتر، ده الاوبننج تايتل بتاعها. كل الشغل سينما 4 دي افتر افكتس، طبعا شغل مبهر جدا جدا جدا. التولز اللي لازماك في حاجه زي كده افتر افكتس مع سينما 4 دي، ده الشغل اللي بيطلع، ده الاوتبوت اللي بيطلع تمام. في حاجه عايز اقول لكم عليها بس يعني، ودي نصيحه، ما تجيش تمام، ما تجيش تقول تبقى انت لسه داخل كورس ولسه بتقول الف ب افتر او الف ب سينما، وتلاقي كورس معلن عنه، تروح تسال الانستراكتور وتقوم باعت له حاجه زي دي كده وتقول له انا هطلع دي. بالعقل ازاي تبقى بيجنر وتطلع دي في كورس مثلا مدته شهرين ثلاثه اربعه؟ الكلام ده ناس طلعته بخبره سنين. انت عشان توصل للمستوى ده، انا بقول المستوى ده ما بقولش تطلع البرومو ده، فرق ان انت تحصر نفسك انك تطلع البرومو ده، وفرق انك انت توصل للمستوى ده اللي يخليك تطلع البرومو ده واعلى منه وغيره. انت عشان تطلع حاجه زي كده محتاج حاجه، ان شاء الله هنعمل السكولرشيب دي في شهر واحد، حاجه زي السكولرشيب كده، حاجه بتتكلم مثلا في 6 7 8 9 شهور انت بتدرس موشن تمام. فحاسبه من السؤال ده وحاسبه من الاستغلال قوي في الحته دي. اعقل الليفل اللي المعلن
بيقول لك انك هتوصل له، اعقله وفكر بالراحه قبل ما تورط نفسك. المهم نكمل الموضوع. زي ما احنا شايفين شغل عالي قوي قوي قوي، براند عالي قوي بتاع سبورت سنتر او اي اس بي ان سبورتس، الاثنين بصراحه تحفه. زي ما قلنا التولز سينما 4 دي مع افتر افكتس. اخر نوع هتكلم عليه في محاضرتنا اللي هو رقم 4 اللي هو الترديشنال، يا نهار ازرق على الخط، الترديشنال موشن جرافيك. المره دي كسلت اكتب الكلمتين. حلو، ايه الترديشنال موشن جرافيكس؟ اللي هو الموشن جرافيكس اللي ما فيهوش سبيشال اليمنتس، زي لا مش ده مش ده مش ده زي ده، ده الترديشنال موشن جرافيكس اللي هو اللي معمول بافتر افكتس فقط، لا داخل فيه سينما 4 دي ولا داخل فيه ستوك فوتجز ولا داخل فيه الكلام ده كله. ممكن يخش فيه ستوك فوتجز زي الدخان والكلام ده كله، بس هو ده شغل الموشن. ده مثال على حاجه زي كده. برضو في مثال تاني انا كنت حضرته لكم، تمام؟ طبعا كل دي كانت تمبلتس حاجه زي كده. برضو كل الكلام ده تراديشنال موشن جرافيك. على فكره احنا هنعمل شغل زي ده كتير جدا في الاربع شهور دول، يعني في الفتره اللي احنا شغالين مع بعض فيها، تمام؟ حاجه بالمنظر ده كده، شغل عالي قوي 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 قوي، بس افتر افكتس فقط، مفيش حاجه عليه. برضو حاجه نفس النمط، تمام؟ الموضوع ده فيه بلجنز، تراب كود بارتيكولر عشان البارتيكلز اللي بتطير دي، البليكسس، تمام؟ نفس النمط اهو اللي هي ذا كينج دي، تمام؟ برضو ده مثال تاني. نيجي على مثال تالت زي ايفولف، دي عجباني قوي، تمام؟ الايفولف دي حلوه جدا جدا جدا، نفس النمط تقريبا بتاع اللي احنا شفناهم. ده كده الترديشنال موشن جرافيكس. انا قلت اخر نوع، انا اسف وقعت واحد، هيبقى خامس واحد اللي هو، نقفل ده بس الاول ونرجع تاني لافتر. نيجي لرقم 5، مش لاقي لها مكان، اهي 5 اللو بولي، مش نافع 5 اللو بولي ديزاين موشن جرافيكس. ايه هو اللو بولي ديزاين موشن جرافيكس؟ نمط افتكر انتوا شفتوه، وافتكر انه طالع موضه في الاستريتور، اللي هو تحسه الحاجات المضلعه دي، هي موجوده في الاستريتور زي ما هي برضو موجوده في الموشن جرافيكس اهو بالظبط. خلي بالكم ان دي اهو ده 3 دي، بس بنسميه لو بولي، تفاصيله مش كتير، بيبقى واخد الشكل اللي هو المضلع ده، تمام؟ طبعا بيخش حلو قوي مع الفلات ديزاين، يعني لو الاثنين دخلوا مع بعض بيدوا نمط حلو، بس ما ينفعش ادخل مود زي ده اهو، ده فلات ديزاين، ده مش 3 دي، ده كان جوه الافتر، كل ده كان جوه الافتر. هتلاقوه لما اتنقل من افتر للو بولي ديزاين، اللو بولي ديزاين بيتعمل في سينما 4 دي، هتلاقيه سيملس. يعني ايه سيملس؟ يعني اللي بيتفرج ما اتفصلش، ما حسش انه طلع من حاجه لحاجه، اهو كل ده تمام تمام تمام، دخل هنا على 3 دي، او انت حسيت بحاجه ما حسيتش. لكن ما ينفعش ان انا مثلا اشتغل بنمط زي ده وادخله في وسط اعلان زي بتاع هيونداي، او ادخله في وسط سينماتيك تايتل زي اللي احنا شفناه من شويه. ده اللو بولي ديزاين. ايه هي التولز بتاعته؟ سينما 4 دي، افتر افكتس، الستريتور، حتى الستريتور كمان اوبشنال في ده، تمام؟ المين تولز بتاعته سينما 4 دي، وكمان بيزك نوليدج سينما 4 دي مع افتر افكتس. ادي النوع الخامس والاخير من الموشن جرافيكس. وكده نبقى احنا لمينا الانواع كلها، او على الاقل اللي انا عرفت اصنفهم، قد يكون ممكن يكون حد له تصنيف تاني، بس هم دول اللي انا اجتهدت وعرفت اصنفهم. اتمنى يكون الموضوع واضح، ما يكونش فيه لبس، واشوفكم في المحاضره بتاعت اخر الاسبوع ان شاء الله.